السلام عليكم شباب. موضوعنا اليوم هو عن داي سوناتا 2012 بعد استخدام اكثر من 10 سنوات. خلينا نشغل السيارة شباب ونشغل التبريد لان الجو حيل حار. بسم الله. اشتغلت السيارة. هذا الاي سي مال التبريد. شغلنا التبريد. طبعا هاي السيارة شباب صارها اكثر من 10 سنوات تمشي بالشارع. 10 بالله لا 9 سنوات بالضبط. السيارة هاي لان موديل 2012 هسه احنا 2021 يعني صارها تقريبا 9 سنوات والحمد لله. تشوفون السيارة وضع السيارة كلش حلو والسيارة بعد هي نظيفة والسيارة اريدكم تكتبوا لي بالتعليقات ايش تتوقعون هاي السيارة ايش قد ماشية. طبعا هاي السيارة فول بس راح يقولوا لي شلون فول. هاي فول مال 2012 يعني مو فول مال 2020 لان هاي السيارة ليميتد. شباب اذا تنتبهون السيارة ماشية 157,000 كيلو متر 157,000 مايل والله مو كيلو متر. زين هاي السيارة بيها الجامات كلهن كهرباء بس جامة السائق اوتو. تصعد دوسة واحدة تصعد دوسة واحدة تنزل. بيها قفل جام سنتر لوك والتحكم بالجامات الجانبيه. شباب هنا بيها تسخين وتبريد المقاعد الخلفيه. زين بس هي للاسف ما اعرف ليش حاولت اشغلهم ما اشتغلت الظاهر عطلات. بصراحه من تنتبه على الجلود مال السياره يعني الجلود بعدي لا مفطره لا مشقوقه الحشوه مالتها بعدي قويه. هسه راح انزل من السياره واشوفكم بصوره اوضح. هذا دشبول السياره شباب اريدكم تنتبهون عليه تشوفوه ما شاء الله ايش قد حلو. لان التحكمات كلهن يشتغلن. تبريد السياره كانت بيه مشكله صغيره وهسه سويته. كان بيه الواشرات مال البواري يابسه غيرناهن ورجع التبريد يشتغل طبيعي. نبي جبنا قايش جديد للسوناتا راح نشده ونشوف شنو الموضوع. طبعا بدلنا القايش مال السياره لان كان قايش القديم حيل تعبان ومشرق وساعات ساعه ينقطع بالطريق. طبعا بحساس درجة الحرارة الخارج السيارة بس بالفرهنهايت مو بالسيليزية لان السيارة هاي وارد امريكي مو وارد خليجي. اكثر كرسي يتضرر بالنسبة للسيارات هو كرسي السائق. هذا كرسي السائق كهرباء مثل ما تشوفون بعده يشتغل والجلود مالته بعده او كل شي ما بيهن يعني بعده يعني تشوفه سيارة 9 سنوات مستخدميها هذا الاستخدام والجلود مالتها بعدها حلوة معناتها هاي السيارة يعني هاي الصناعة زينة. ان شاء الله الفكرة واضحة شباب. حاليا البصمة بجيبي خل اطلع هذا الصوت انه تقول لك السيارة بصمتها برا. هاي السيارة من برا. طبعا السيارة بانوراما يعني السطح مال السيارة كله جام. هاي السيارة من الخلف سيارة سوناتا ليميتد يعني بوقتها هاي اكثر سيارة مفولة بسنتها هي الليميتد. هاي اطارات السيارة ويل كاب والمحرك مالتها 4 سلندر 2400 جي دي اي. هذا الحر كله والصيف والحمد لله والشكر المحرك ابد ما يدق دوانس. اليالا مالتها 17 55 215 215. هذا العرض وال55 هذا وال17 الويل. هاي انا دائما اذكرها في فيديوهاتي. طبعا يا شباب اهم شيء بالسيارات العائليه او السيدان هي المساحه الخلفيه.
طبعا مضبط الكرسي كأنما انا السائق، وخلينا نشوف المساحة ايش كبرها. مساحة كلش حلوة شباب، شوف ايش قد مساحة، حيل حلوة مساحة الرأس، يعني تقريبا جاية مساحة الرأس تقريبا جاية على قياسي فيت، بس مرتاح مرتاح، اكو مكان واسع اكو مكان واسع. مساحة الجامة الخلفية هم كلش حلوة كبيرة يعني، والجلوس بها يعني ما تحس بيها ضيقة، تحس بيها نفها يعني حلوة. زين حبيت أجرب لكم هذا الكرسي شباب صراحة، خليكم ويا الفيديو شباب. بالنسبة للباب الخلفي هنا زر عندنا هنا، هذا مال تصعيد تنزيل الجامة، وهذا الثاني مال تسخين المقاعد الخلفية، يعني ذني المقاعد الخلفية بيهن هيترات للتسخين. وهذا هنا بيانو بلاك كلش حلو، وهذا جلد شباب، هذا مو بلاستيك، هذا كله جلد، هذا حتى هنا أنا جلد، حتى هاي القبضة جلد، هاي القبضة لا هاي بلاستيك، هنا أنا عندنا بلاستيك، هنا أنا حاملات الأكواب بلاستيك، هنا أنا تبريد منفصل خلفي، هذا الهواء بيبارد وحلو سريع. هاي همين كذلك مثل ما تشوفون، وايضا الكراسي الخلفية همين يعني حلوة، وبيها يعني مكان لتثبيت كراسي الاطفال، هاي الفتحات يستخدموها لتثبيت كراسي الاطفال. همين بيها تشوة وبيها حاملات اكواب اثنين. هذا كل شيء عن السيارة. بعد شغلة شباب، خل نروح نوزن السيارة ونشوف ايش قد وزنها على مود نعرف تفاصيل اكثر عن السيارة. ايش انتبهتوا شباب على شغلة؟ من تبدل يقفل، من تبوش تخليه على البي يفتح، انتبه على القفل يقفل. هذا الشغلات حلوات بالوارد الامريكي كلش حلوات، انا احب هيك شيء. خل نروح للميزان ونشوف السيارة ايش قد وزنها. هسه راح امشي لكم سرعة بالسيارة شباب، خلوكم ويا الفيديو. هاي السيارة على الميزان شباب، خلوا نروح نشوف ايش قد وزنها. يا شباب وزن السيارة طن و540 كيلو، هذا وزن السيارة شباب. خلينا نشوف منو عم نعطيهم الحساب. وهسه جاي نمشي بالسيارة وندوس ونشوف السرعة مالتها شلونها، بس مو ندوس حيل يعني، ندوس بالمعقول. خلينا نشوف السرعة مال السيارة شلونها. هاي 100، طبعا مع التبريد، التبريد دا يشتغل مثل ما تشوفون. هاي 130، 120، والله بصراحة شباب لحد ال 120 جاي اشوف السيارة ممشاها كلش حلو. ورا ال 130 120 احس صوت الهواء يصير قوي بكل صراحة، تعرفون ليش؟ لان اكثر العوازل مالتها هسه تعبانة، هذني مال البيبان وهذني اللاستيكات كلها تعبان، فالعزل مالتها راح يقل. هذن اذا يتجددن السيارة راح ترجع وكالة. طبعا شباب هسه الساعة ب 12:38، يعني عز الحر مثل ما يقولون عز الحر. طبعا السيارة صاحبها قال لي انا ما ادير بنزين محسن ابد، ادير بس عادي، ومع العلم السيارة مالته محركها جي دي اي. وهسه انا جربتها وصحيح يعني بصراحة تبريد يشتغل والسيارة جاية ادوس بها والحمد لله، يعني كل مشاكل ماكو، الحمد لله خير من الله. فاللي عنده مثل هاي السيارة لا يخاف من عندها من سالفة البنزين العادي، واذا تريد تحافظ على سيارتك بعد اكثر تقدر تخلي لها بنزين محسن وامورك تمام. شباب لهنا وانتهى الفيديو، ان شاء الله الفيديو عجبكم. اللي ما مشتركين بالقناة اشتركون بالقناة، واللي عجبه الفيديو واللي عجبه الفيديو يعطينا لايك. اخوكم حسن المسيباوي في مالا.